وقت بدل الضايع عندنا ثلاث دقائق ما بين التبديلات والإنذارات ما كانش في إصابات لحظات الأخيرة روما وثلاث نقاط عملوها 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 خلصوها 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 نعم إنهم يستحقوها تيكت إيزي تيكت إيزي روما ينتصر يا عزيزي يا كرة القدم وروعتها يا كرة القدم ومتعتها يا كرة القدم وقسوتها سبحان مغير الأحوال روما ينتصر بثلاث نقاط من أهم وأغلى ما يمكن ويرفع أوزفالدو رصيده إلى الهدف رقم 16 يا جماله يا جماله يا جماله على شماله حطها له وروما ينتصر نعم 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 بعدما تحدث وتكلم وصرخ القائم لا لا لم يحن الهدف لفيورنتينا كان أوزفالدو على موعد مع التهديف كان أوزفالدو على موعد مع التسجيل لتتقدم